ضربة ركنية بتواجد عبد القادر غزال ينفذ، ولكن تدخل الدفاع المغربي تبعد الكرة. ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة، ضربة جزاء للمنتخب الجزائري، ويعلن عليها الحكم. ليس حكم الشرق، يعني حكم سطوري يعلن عن ضربة الجزاء، ليس حكم الوسط. الحكم الذي بطبع الحال ربما لم يرى الكرة، الكرة ارتطمت بيد اللاعب عادل هرماش، وفي أولى المحاولات الهجومية المنتخب الجزائري إذن يتوفر أو يحرز هذه الضربة. من الصعب مكان الحكم على مثل هذه الكرات نوفل، لأن اللاعب يحمي وجهه، لكن تبقى بطبيعة الحال الصلاحية للحكم لفت الجزاء بطبيعة الحال تدخل في هذا الإطار وفي هذه الخانة. نعم، إذن فرصة لافتتاح التسجيل. حسن يبدأ الهدف الأول للمنتخب الجزائري، الهدف الأول للمنتخب الجزائري من ركلة جزاء في شباك حارس المنتخب المغربي نادر المياغري. الجزائر تعلن عن افتتاح النتيجة، وفرحة لا نظير لها هنا في مدرجات التاسع عشر من ميفوان. نعم، وبطبيعة الحال هدف جد مبكر من شأنه أن يعطي انطلاقة حقيقية للمباراة، لأن ربما لو ظل اللقاء بنتيجة التعادل ربما أن يسقط المنتخبان في فخ الحفاظ على نتيجة سلبية، لكن اللقاء يشهد هذا التحول. هيستيريا هنا في مدرجات الملعب، ملعب 13 ماي بمدينة عنابة. المنتخب الجزائري في أولى المحاولات الهجومية، وضربة الجزاء ينفذها بروعة. حسن يبدأ بالرغم من محاولة نادر المياغري، كان يعني على مقربة من تصدي الكرة، لكن الكرة أصدفلت بقوة، وبالتالي أسكنها حسن يبدأ في شباك الحارس نادر المياغري، معلنا عن نزاح حصة التسجيل وبشكل جد مبكر هنا بالمركب 13 ماي بمدينة عنابة.